أبلغ الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون نظيره الإيراني حسن روحاني خلال مكالمة هاتفية قلقه حيال عدد الضحايا على خلفية تظاهرات الأيام الأخيرة في إيران، داعيا إلى ضبط النفس والتهدئة. وفق ما أعلنت الرئاسة الفرنسية، وأوضح الإليزيه أن الرئيسين قررا خلال اتصال هاتفي أن يرجئا إلى موعد لاحق زيارة كان مقررا أن يقوم بها وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان لطهران نهاية الأسبوع. Thank you.